هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله لتقديم الجديد. البنزرتي يصدم الوداد بعد الرحيل. طالب تونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم من إدارة الفريق الأحمر بمستحقاته المالية والتي تقدر ب 325 مليون سنتيم قبل مغادرته للوداد. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن البنزرتي يدين للفريق الأحمر بما يقارب 50 مليون سنتيم والتي تعد كمنحة الفوز بلقب الدوري المغربي الاحترافي في موسمه الماضي. وكان تونسي فوزي البنزرتي وفق عدد المصادر قد تنازل على ما يقارب 80 مليون سنتيم تعود لتجاربه السابقة، وذلك فور عودته للإشراف عن العارضة التقنية للفريق الأحمر في تجربته الأخيرة. يشار إلى أن فوزي البنزرتي قاد الفريق الأحمر لكرة القدم إلى التتويج بدرع الدوري المغربي الموسم الماضي قبل أن يغادر منافسات كأس العرش من المربع الذهبي بعد الخسارة أمام المغرب التطواني بركلات الترجيح. الجدير بالذكر أن سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي دخل في مفاوضات جادة مع المدرب الركراكي لتسليم زمام القيادة للفريق الأحمر خلال الموسم الكروي القادم بعدما تأكد رحيل فوزي البنزرتي. نهاية الخبر، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.